سعيد بوخيول 48 سنة مغربي من مغاربة العالم مقيم بقطر. نزل المطار محمد الخامس في شهر 6 في أواخر شهر 6 هو العائلة ديالو في جوان يعني في 2023. فين كان سيدي؟ قال لك نعم سيدي كان في قطر. هو كان في قطر ها هو زيد زيد كمل ياك كان في قطر ماشي في المغرب واخا. وتحكم عليه في شهر 8 في غشت يعني في بداية ديال الشهر بخمس سنوات سجن نافذة و 4000 اورو يعني 4 مليون مغربيه. الحمد لله دابا مع فيه الموسيقى داكشي باش كنوقف سنتيم كغرامه ماليه. السبب هو تدوينه كانت عنده فيسبوك ضد المغرب في 2020 2020 دار تدوينه وتسألوا جمعيات وتسألوا مجموعه من الناس يعني سرعه الحكم وسرعه التنفيذ وهذه السرعه اللي كانت بها هذه القضيه. وهذا هو اللي كنا كنقولوه هذه مده هي راه مساله وقت. المغرب دوله مؤسسات واسمعوا مزيان اصحاب اللايفات اسمعوا مزيان اصحاب تيك توك اللي حسبتوا راسكم قطعتوا الواد ونشفوا رجليكم الاسم راه كاين متابعات من 2020 والضابطه القضائيه تقوم بالاجراءات وتقوم بحث في هذا الموضوع. يعني لما تقدم المحكمه في بدايه 10/8 الملف كان جاهز. يعني هاد القضية ماشي سهلة. المغرب ما كيلعبش. المغرب دولة مؤسسات. اي تدوينة اي لايف اي فيديو الا ومتابع قضائيا هي مسألة وقت فقط. لان شحال من واحد في 2022 ولا 2023 بقى يساب ويقول الكلام اللي بغى ومن بعد نزل هاد الصيف المغرب وبقى يدور الطوموبيل ديالو ولا كيقول الناس انا في المغرب وتوحد ما كيهضر معايا ورا عني نقول اللي بغيت ونسب اللي بغيت. انا كنقول لك راه مسألة وقت. سير الله يفرحك يا ربي تفرحك وتسهل والله الا هاد الكلام تيفرح بالله بحال هذاك الفكرون هذوك اللي طولتوا على هاد المملكه الشريفه اللي دار فيها عنده باسبور ما عرفت منين جاي اللي ما عرفتش شنو دايرين فيها كما قال الاخ. والله العظيم حنا بعض المرات كنفعلوا ما كنخدموش عقلنا. الدوله ديالنا والامبراطوريه ديالنا امبراطوريه وفيها مؤسساتها وقانونيه غاديه. يعني شوفي كيفاش غادي الدبلوماسيه ديالتنا في الخارج وكيفاش غاديين مع الدول وكيفاش كنتعاملوا معهم وكيفاش نتعاملوا مع الاتفاقيات كل شيء باحترام ومحترمين القانون الدولي ومحترمين قانون بلادنا. يعني هي مساله وقت. نفعلنا بزاف وخرجنا ولكن الحمد لله كنوعيو بعضياتنا بحال هاد المواضيع كيوعيو بعضياتنا ونوعيو ونعرفوا شنو كاين في الوقت شنو اللي جاي شنو. يعني يا مساله وقت. يتحب تطول على صاحب الجلاله وتهينوا في الناس ديالو وتدوز لك مرور الكرام وتدخلوا الدور وتقول انا في المغرب وسامحنا لك ودوزنا لك دوله ديمقراطيه وتعاود تطول علينا والسبان والمعيار وتحرض ناس اخرين يطولوا علينا ومغاربه وزيد وزيد. يعني هي مساله وقت. سواء اللي كاين برا ولا اللي كاين داخل مازال تخلص تخلص واللي تقيد في الكناش تقياد في الكناش. المهم نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف اخوتي والله يسهل عليكم ونور طريقكم وكنتمنى كنتمنى ربي يسهل اموركم والله الوطن الملك والعز العز المغرب الاحرار بما كانوا شعارنا الدائم. ويا ربي ربي تنقي لكم الشكر تعطيكم كل ما تمنيتوا في حياتكم وتسهل اموركم يا ربي يا ربي. وشكرا لكم على المتابعه بزاف بزاف اخوتي.